قبل كل شيء ابتسم وانزع السواد وبدلها. ليش؟ عشان تتويج الإمام الحجة؟ أولاً ماكو شيء اسمه تتويج الإمام، هذه بدعة. هو إمام متوج من السماء قبل أن تخلق الأرض ومن عليها. ثانياً ما ورد عندنا ولا حديث ولا رواية ولا حتى ضعيفة ولا مرسلة بعنوان تتويج الحجة. ثالثاً الإمام الحسن العسكري عليه السلام استشهد ومضى بعد صلاة الصبح مباشرة في 8 ربيع الأول، فهني دور الإمامة مباشرة انتقل إلى الإمام المهدي، لأن الله عز وجل ما يخلي هذه الأرض ولا يوم ولا ساعة ولا دقيقة ولا حتى ثانية بدون حجة. فإذا بالفعل تبي تحتفل بتتويج الحجة، تحتفل بنفس الوقت اللي استشهد فيه الإمام العسكري، وهذا معقول. رابعا ما ورد عندنا أبدا أن بعد شهادة النبي مباشرة الشيعة احتفلوا بإمامة أمير المؤمنين، أو بعد الحسين في يوم العاشر احتفلوا بإمامة السجاد، وهكذا. فماكو شيء اسمه تتويج الحجة، واللي جايب هذا المصطلح يبي يخفي عنك حقيقة هذا اليوم، وهو فرحة الزهراء، يوم البراءة. الدين بدأ بالبراءة. أول شيء تقول لا إله، ترفض، تنظف عقيدتك، ثم تقول إلا الله. هذا اليوم الذي سماه أمير المؤمنين بيوم الغدير الثاني. فأي واحد يدزلك بالواتساب أسعد الله أيامكم بتتويج الحجة، قل لا، بفرحة الزهراء، ودزله الفيديو.